مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيام قلائل وتبدأ عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تأتي في وقت بالغ الدقة نظرا لما تمر به المنطقة بل والعالم كله من أزمات اقتصادية وسياسية، مما يؤكد أهمية وضرورة المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام. التصويت في الاستحقاق الرئاسي يبدأ بالخارج من الأول من ديسمبر ويستمر يومي الثاني والثالث من نفس الشهر، وذلك بالسفارات والقنصليات والمقار التي يصدر بها قرارا من الهيئة الوطنية للانتخابات من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. ويحق لكل مصري يوجد خارج مصر في أيام التصويت بالخارج أن يدلي بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. ولصحة الصوت الانتخابي يتعين على كل ناخب اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين الأربعة الموجودة أسماؤهم ورموزهم في بطاقة التصويت، وذلك عن طريق التأشير في خانة إبداء الرأي قرين اسم المرشح الذي اختاره دون كتابة أي شيء آخر، ثم وضع البطاقة داخل الصندوق المخصص لذلك. وبعد انتهاء اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت يحرر رئيس اللجنة محضرا بإجراءات الفرز يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويرسل المحضر رفقة بطاقات التصويت وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. ويكون التصويت في الداخل أيام 10، 11، و12 من ديسمبر بداية من 9 صباحا وحتى 9 مساء، حيث يحق لكل ناخب أن يدلي بصوته أمام اللجنة الفرعية المقيد بها اسمه. وبعد نهاية آخر أيام التصويت يتم عد وفرز بطاقات التصويت بكل صندوق وتسليم المحضر مع بطاقات التصويت إلى اللجان العامة التي تعلن حصر عددي للأصوات كما تسلمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 من ديسمبر على أن يتم البت في الطعون خلال اليومين التاليين، حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يوم الاثنين 18 من ديسمبر. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على نصاب الفوز والمحدد ب50% زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وفي كل الأحوال يحق لأي من المرشحين الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تعلن أحكامها البتة في 30 من ديسمبر. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأهم المحطات المتبقية من سباق الانتخابات الرئاسية 2024. أشكركم على طيب المتابعة.